تعليقاتكم على الفيسبوك. ندى عم تقول هي بتخاف من البشر، مظبوط، في ناس بخوفوا. سجود عم تقول بتخاف من المناطق المرتفعه، من بعض الحيوانات والحشرات مثل الصرصور، برتعب منه وبقرف. كانك عم تحكي عني يا سجود، انا مترعبه منه، خاصه اذا بيطير. وكتبت لكم هيدا الشيء، بصير الرعب موت يعني اكثر بكثير. بعد تغريد بتخاف كثير كمان من الصرصور. المورة قال لي ما بتخاف من شيء بس بتقرف منهم يعني للحشرات. يمنى قال انا بخاف من الحشرات. ونضال عم بيقول بخاف من الحشرات خاصة الصرصور، لدرجة انه بصير بصرخ بدون وعي بس شوفه. يعني كمان بتذكريني بحدا بشوفه بالمراية مثلي انا. بس ما عندها فوبيا من اي شيء بيتحرك او بيطير او بيزحف اكبر من النملة. عبير كمان بتخاف من الحشرات. نانو قال عندها خوف من النقل او عندها فوبيا من النقل المباشر، خاصه ما بنكون في عالم صباح، اوقات بيصير كثير. مزبوط. امل من الاماكن المرتفعه وايضا من الحشرات، ومها من الاماكن المرتفعه والحيوانات والحشرات. بشرى عم بتقول بتخاف كثير من الكلاب، ببلد في كثير كلاب وبكل بيت في كلب. عايشه بميشيغان بامريكا، تحياتنا لك ولكل الجاليه اللبنانيه بامريكا. رح نتابع هلا محطاتنا مع محطه رياضيه مع جورج اليوم بالتحديد. الهاي ليج ريس بالس والهيب اب سكويز رح يحرك فيهم المنطقه الخلفيه من الظهر والفخاد ايضا مع جورج. هلا ما فينا نكفي حياتنا بدون ما تكون معنا تانيا، وخلينا نحكي. تانيا صباح الخير. صباح الخير. وينعاد عليكي. علينا وعليكي. هلا صحيح تانيا بتحكي عن اللا عنف، بس هلا كنا عم نحكي تحت الهواء انه في عنف بس بتمارسه بس على الشيء اللي انا بخاف منه كمان كثير. مزبوط. مش بايدي يعني. بعد عندك، انا بقول دائما انه عندنا جهه عنفيه. انا جهه العنفيه على الصرصور اذا بشوفه ما فينا ضروري اتاكد انه في واحد منا بس رح يضل عايش. وبتعرفي مع انه بيقولوا اوقات في له جانب ايجابي، قال بيقرب العائله من بعضها، كلهم بينطوا على نفس الكنبايه. ايه بصير في تواصل عائلي لما بيشوفوا، وده محبه بيتفجر. كله كلهم مثلا بصيروا في طلب من المساعده، في ناس بيساعدوا بعضهم بالعائله. قال في عنده كمان جوانب ايجابيه. هو ناخذ دائما الشق الايجابي. منيحه، حلوه حلوه الفكره. امكانيات ثانيه كمان بالقتل، بس امكانياتكم شو ممكن تكون؟ هذا الشيء رح تخبرنا عنه اليوم اكثر. مزبوط. غيدا من فتره كنت عم بعطي تدريب بمدرسه مع اطفال، كان اللعبه اللي عم بعملها مع هدفها انه فرجيهم انه الكلمات هي كالنوافذ. انه عشو بدي افتح شباك؟ بدي افتح على كلام مثل الشباك، بحب شوف منه شيء حلو، مش احكي كلام مثل كانه عم بفتح شباك على جدار. هي فكره فلسفيه لاقدر انقلها لاولاد. اي اعمار يعني؟ 7 8 9. كانت اللعبه وما فيها انه بعطيهم اوراق مربعه صغيره بيكتبوا عليها بقلم موحد بلا ما حدا يحط اسمه، يعني بسرية تامة. بطلب من الأولاد أنه ياخدوا دقيقة لقلهم لحالهم كل واحد، اكتبوا أكثر جملة أو كلمة قالت لكم وجرحتكم وبكتكم. هيدي الكلمة هلأ يعني بس لكم عنها، هي اللي بتتذكروها، ما بتتذكروا غيرها. اكتبوها طول ورقة وحطوها بالسلة. هيدا اللي بيصير. بنرجع نلعب جزء تاني من اللعبه، اللي هو الجزء الجيد، اجمل كلمه قالت لكم كتبوها. بس هيدا الجزء من اللعبه بيوجع. بيوجع لانه لما بتشوفي شو بيطلع عند الولد بتخافي على الرجل او المراه المستقبليه اللي جايه. يعني باحدى المرات، ولا نحكي عن امكانياتنا الخاصه، طفله عمرها 7 سنين أسوأ جمله قالت لها وبكتها وبعدها بتبكيها طلعت: انت ما بحياتك رح بتصيري بشر. ليقدر طفل عمره 7 سنين. هيدا اكيد مش زملائها، ما بعرف، ما سالت. هيدا اكيد مش زملائها بالمدرسه، بس هي جمله تقال من راشد الى صغير. صح. هيدا الدعس لقدراتها،
هيدا ارتقت انه هاي الجمله اللي عم تجرحها اكثر شيء لتقدر تحس عمر السبعة ثمان سنين انه هيدا اللي عم بيزعجها معناتها اعمق بكثير من الجمله، معناتها انه قديش خطره التربيه لانه فيها تطعج انسان بثقته بذاته ومدى حياته. صح، يعني انا اذا بكون على كبر هيدي بكره بس تصير صبيه هالطفله رح يكون عندها كثير شكوك بحالها بامكانياتها، رح تضل مضطره تشوف ذاتها وامكانياتها من نظرات الاخرين. يعني وللاسف تربيتنا الكلاسيكيه او المدارس بطريقتها الكلاسيكيه بتربي الراشد المستقبلي على انه يشوف قدراته من خلال اعين الاخر. للاسف صح. يعني برافو انت اخذت نقطه كثير منيحه، انا مبسوطه منك. يعني يعني اذا هي مبسوطه مني يعني انا منيح، اذا هي مش مبسوطه مني يعني انا مش منيح. حتى لو ما قالت اوقات اذا ما قالتها بضل ناطر بحس في شيء ناقص. صحيح. شو بيصير بس نكبر غيدا؟ بنضل غرقانين فيها بشكل غير مباشر بكل حياتنا. مثلا بتفوتي على مؤسسه، الكل بهي المؤسسه بيقول لك يا رب دخلك ثاني، شي لعنه من اللعنات ما بتتعاشر. كيف عرفتي انه هيك بنقول؟ شفتي؟ ما في كلمه مبطوسه، ما فينا نعيش بلاها على التنتون، ما في كلمه مبطوسه لصاحبها. اذا الكل فت انت جديده على هالمؤسسه والكل عم بيحكوا بهيدا المنطق، بلا ما تشعري انت بتصيري من هالكل عتلاني هم بتقربي عليها، ما عندك يعني قليل لتلاقي اشخاص عندهم ميول لا انا بدي اروح اشوف بذاتي. صح، او انه يعطوا فرصه. صح، لانه ربيانين بهيدا المنطق يلي بشوف الاخر وبشوف ذاتي من خلال منظار اللي حوالي. هيدا الشخص في يوصل لدرجه غيدة تانية تنقول بهيدا المثل هي مصدقه ان هي لا تعاشر، يا خي ما عندي رفيق بهالمؤسسه انا في شيء. عرفتي كيف؟ اذا بيجي مدير بيقعد مع تانيا خمس دقايق وبيجي بيقول لكم فظيعه هالانسانه ما ألذة، بتلاقي الكل بتغير النظره انه يي بركي يا عمي فيها شيء منيح هالانسانه هات لقرب صوبها. هلا تانيا بكل هاللعبه اذا بقيت بيقولوا تانيا عم تسير المدير بس، ايه مثلا بس هي شريره مع الباقيين خلص انطبعت الصوره قال بتكون. هلا القصه ما فيها هي بتانيا، هلا هيدا اللي حوالها تانيا، اللي حوالها تانيا او اكس او ايجريك انا ما فيي غيره للاسف الا ما تتغير كل المجتمع، بس انا بداخل اللعبه هل انا بشوف ذاتي دائما من منظار الاخرين كيف بينظروا لي؟ كثير صعب على كثير اشخاص غيدا مع الوقت يكسروا هالدائره اللي علقانين فيها، يلي انا اذا انت لقيتني منيح انا بحس حالي منيح. بدها تدريب ذاتي جواتي لاتصالح مع حالي ومع قدراتي. هيدا الشغل على حالي بدي اعمله، لان ما في غير كيف بيشوفون الناس. بتعرفي انه بيقولوا لك خي ما في ارضي الكل، بس اذا انا على القليله عارف قدراتي وعارف وين بوقف وين انا ببدع وين انا منيح وين انا مش كل هالقد، بصير مرتبطه اقل بنظره الاخر لإلي. لانه نظره قدراتنا لما بنشوفها من منظار الاخر اذا بيضلوا يقولوا لي انت فاشله او مثل هالبنت انت ما بحياتك رح تصيري بشر، او مثل ما انا اوقات اصحابه لابني بالمدرسه بيقولوا له انت بطيء، تنقول بطيء بالكتابه، صار مقتنع بمرحله معينه انه انا بطيء، مفكر حاله انه بطيء بكل شيء. عم برجع بضل مرقت فتره ذكروا فيها انه انت منك بطيء هون، انت هون كثير منيح، انه لا فرجيه الجهات الاخرى اللي عندها، انه ما بتمد على كل شيء ثاني بتصير الصفه. صح، بس انا لو ما انتبهت له ولو هو غرقان هون، ايه يا ماما انت بطيء كمان لازم تسرع شوي، كان عن جد اقتنع وصارت جزء من شخصيته هالفكره. ضروري يعني من اولنا من البيت ومن المدرسه ومن اول حياتنا نعلم الولد، وهيدا اصعب شيء يمكن يتغير بنظامنا التربوي، نعلم الولد يتصالح مع حاله ويحب حاله مثل ما هو. ايه اهم شيء نشيله من نظرتنا له. انا يمكن جواتي عبالي يكون انه اسرع، تنقول عبالي تكون هالانسانه اقل حكي براسي، بس خاصه اذا ولد. بس هيدا الشيء خليه لإلي. ايه شيله هو من نظرتي له يلي بدي اياه يكونه، اعطيه انه انا شو بلاقي منيح، انا شو بلاقي افضل. هيدا رايي، نرجع على التواصل اللعن فيه، اعطي دائما الانا بالموضوع، ما اعطي كيف شايفتك، ما اعطي الليبل، ما اعطي اتيكيت. ما بحياتك بتصير بشر، انت عنيد، انت كذا، لانه في بلا ما تكون دريانه حطم هالشخص، حطمه وخليه يقتنع بالفعل كمان انه هو هيك. يعني بخبره باحدى المرات
احد الاشخاص راح عم يعمل دوره رسم بقى فيت رسم كان مطلوب منهم يرسموا ناتور مورت بموزه حاطين لهم حاطت لهم اياها الاستاذ وظهر الاستاذ مطلوب يرسم راشد الشخص يلي عم بيحكي القصه بلا رسم الموزه كان هو اجدد طالب فايت على الصف اجوا كل الباقيين تمسخروا لشبعوا على موزته ضحكوا عليها ضحك انه شو بدقيه شو كذا نشروه غسلوا له اياها بتنكيت مئذي لهالطالب الجديد بعد خمس دقائق فات الاستاذ على الصف برم على الرسمات وقف على رسمته وعلق تعليق ايجابي جدا عليها ومطول فجأة كل الصف غير نظرته صار قاشع النظرة تبع الاستاذ باللوحة تبع هيدا الطالب فإذا بيقول هيدا الشخص يلي هو على اطلاع بالتواصل الايجابي واللاعنفة وعنده متصالح مع حاله بيقول انه هيدا كان مثل مثال صارخ اكثر لإلي لكون انا راضي عما انا عليه بلا راي الاخرين صح. لو كنت ارق كنت انقهرت من تعليقاتهم السلبيه على وحده لو لانه اخذ كمان من خبيرك يعني كمان هذا الشيء ساعده إيه؟ بس فرجي انه الحقيقه ذاتها يلي هي رسمته للموزه كيف غيرت بلحظه من شيء سيء للغايه الى شيء ايجابي للغايه هو بعده ما حدا قرب صوبه وساله ما حدا تعاطى ما حدا شاف ليه رسمها بهالطريقه مثلا نفس الشيء فينا نطبقه على كل شيء بحياتنا على كل تعاطينا مع بعضنا نشيل بعضنا من صورة الناس كيف بيشوفوني هل قدراتي على قد الناس أنا وياك وياك وياها قدراتنا ضخمة جدا كل واحد بيخلق هيك عنده بتنزل معه بقجي صح هي قدرات روعة يا أما بخلي حالي اتأثر بنظرة الحوالي لها القدرات يلي عندي وين بوقف يا أما ما بتعاطى بترك اللي حواليي يحكوا وانا بجرب اكتشف قدراتي وين بروح وبتصالح انا مع رؤيتي لانا لانه بالطريقه هاي لما انا بتصالح مع رؤيتي لإلي انا ساعتها بساعد اطاري يشوفني بشكل اوسع صح مهم هو يشوف حاله قد حاله كمان بالمرايه ما يشوف حاله اوقات اكبر من المرايه ولا اصغر اكبر من المرايه تانيا شكرا كثير لك ونشوفك نحن بنرجع الاسبوع الجاي ان شاء الله بعالم الصباح رح نتابع هلا مع كتابنا لليوم الكتاب لليوم هو 365 جور بور دي ويك اند دو ريف او ليبان الكتاب هو للناشر تاميراس باللغه الفرنسيه وبيحكي اكيد عن قديش كمان السياحه عم تلعب دور والسياحه اذا فينا نقول مستدامه يعني او التنميه اللي عم تكون مستدامه بكل المناطق اللبنانيه ننسى دائما انه مش بس العاصمه اللي بتلعب دور وبنعرف الاكتظاظ اللي عم بيصير كثير كبير بالعاصمه وخاصه ببيروت الحمد لله لبنان كل عمره بلد خدماتي وسياحي اكيد مع كل الظروف الصعبه اللي بيمرق فيه بس بيحكي كثير عن هالقطاع وقطاع السياحه وقطاع الفنادق كمان بكل المناطق اللبنانيه مش بس بالعاصمه بيروت بيقترح عليكم اجنده كامله يعني خلال كل السنه 52 ويك اند وين ممكن تقضون مع اصحابكم مع عيالكم بلبنان كمان في لكل الاذواق في لكل الميزانيات في قوات كمان عند اشخاص بمناطق معينه بنعرف قديش كمان بصير الخليط حلو بين اهل المنطقه واهل الضيعه والبلده والاشخاص اللي طالعين يزوروها بالفنادق وايضا البوتيك اوتيل اللي هن صغار او ايضا الشاليات اللي بتكون موجوده ومنتشره بكل المناطق اللبنانيه مع تعدده اكتشفوا لبنان هذا الشيء كثير حلو لانه نحن عايشين فيه اوقات ما بنعرف كل مناطقه وبنجهله بيكونوا جايين من برا بيروحوا بيكتشفوا مناطق بيقولوا لنا شو حلو هاي المنطقه لانه نحن عايشين فيها وما بنعرفها بقى هذا الشيء لازم تستغلوه بكل ايام السنه وعلى مدارها ولهالسبب هالاجنده بين ايديكم ممكن تكون شوفك اذا جماعه الجايبين عاد عليك رح نتابع بعد لحظات مع الشيف شادي ورشه ملح خليكم معنا